أعزائي وأحبائي، أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور كل يوم صباح. صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير لعام 2023. هذا اليوم معلوم للجميع بأنه يوم عيد الحب، يوم عالمي، وإن شاء الله مصر والمصريين دائما في استقرار وأمن وسلام بمناسبة عيد الحب. معلوم ان يوم الثلاثاء ورشة عمل رسمية للعاملين بأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها الحكومية والخدمية والقطاع العام والقطاع الخاص والمدارس والجامعات، وهذا بالتالي بينطلق في توقيت واحد يطلق عليه ساعات الذروة الصباحية. لذلك استعدت الإدارة لعمل المرور بالتنسيق مع إدارات المرور ومحافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة أيضا إلى التنسيق التام والمستمر من غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الحالة الجوية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر نظرا لاضطراب الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى سرعة الرياح والسبورة المائية الكثيفة واللي بيكون ليها تأثير سلبي على القيادة الأمنة أثناء السير، وخاصة على الطرق المطلة على المسطحات المائية والطرق الزراعية وكذلك كورنيش النيل. بحمد الله تم تعزيز الخدمات المرورية على كافة مناطق الأعمال منذ الصباح الباكر لمواجهة أي كثافات مرورية قد تحدث بمناطق الأعمال، مع إرشاد قائد السيارات إلى الطرق البديلة والتحويلات المرورية المعلومة للجميع حتى لا يحدث أي تكدسات أو تراكمات مرورية قد تؤدي لا قدر الله إلى حوادث مرورية. مناطق الأعمال بيتم متابعتها من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بمناطق الأعمال بين غرفة عمليات المرور والخدمات الميدانية المعنية بنفس الموقع بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المضية. حاليا كثافات متحركة في معظم المحاول الميادين والطرق الرئيسية، وبيتم سحب تلك الكثافات لحين تسكين الموظفين في أعمالهم وكذلك الطلاب والتلاميذ في الجامعات والمدارس وكذلك السادة المواطنين المقيمين والمترددين إلى القاهرة الكبرى لقضاء احتياجاتهم بكافة المصالح والهيئات الحكومية والمدنية والخدمية، والتي تم تعزيزها بخدمات منع انتظار لمنع الوقوف الممنوع وإرشاد قائدي السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. اليوم عيد الحب، كل عام وأنتم بخير. من المتوقع أن يحدث ما بعد الظهيرة زيارات منزلية، زيارات عائلية، متنزهات، كذلك بالنسبة لتوافد السادة المواطنين على أماكن المتنزهات بكافة أنواعها وخاصة المولات والكافيتريات والكافيهات. لذلك تم تعزيز المولات وكورنيش النيل وكافة المتنزهات المتوقع حضور السادة المواطنين إليها لقضاء عيد الحب بخدمات مرورية مكثفة مدعمة بالمساعدات الفنية لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع وإرشاد قائد السيارات إلى الساحات البديلة. حاليا وفترة الصباح كثافات متحركة بمحور صلاح سالم المتجه إلى مناطق وسط المدينة. لذلك بننصح السادة قائد السيارات القادمين من شرق القاهرة من الأفضل استكمال الرحلة بمحور صلاح سالم اتجاه نفي الأزهر ومنه إلى مناطق وسط المدينة. أيضا من الجهة الأخرى بالنسبة للقادم من طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي وطريق فيوم الصحراوي اتجاه ميدان الرماية اتجاه شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية عالية حاليا. لذلك بننصح السادة قائدي السيارات من الأفضل سلوك محور أنور السادات ومحور خاتم المرسلين وكذلك المسطح الأرضي لمحور فيصل حتى نخفف الضغط المروري على شارع الهرم في الاتجاهين، والذي يشهد إغلاقات جزئية وإغلاقات كلية بمناسبة إنشاء عدد 7 محطات للمرحلة الرابعة لخط الرابع لمترو الأنفاق. أيضا منزل كورنيش النيل القادم من منزل كوبي 15 مايو اتجاه كورنيش النيل اتجاه مناطق المنيل بيشهد كثافات مرورية عالية. لذلك تم وضع خدمات من قبل الإدارة العامة للمرور في القاهرة
بطريق كورنيش النيل بأكمله لمنع الوقوف الممنوع ومنع الانتظار الخاطئ والتعامل مع إعطاء أو أي أعطال مرضية حتى يمكن سحب تلك الكثافات. أيضا بالنسبة لمنافذ القاهرة تم تعزيزها بخدمات مرضية مكثفة، وخاصة طريق القاهرة إسماعيلية الصحراوي بالنسبة للقادم من نفق السلام وكوبري السلام اتجاه اعلى الدائري اتجاه منزل الزراعي، بيشهد حاليا كثافات مرضيه عاليه وخاصه اعلى المؤسسه واعلى المرج، لذلك تم تعزيز الخدمات بنفس الموقع لمنع الانتظار الخاطئ والمواقف العشوائيه، وكذلك موقف العاشر من رمضان مع ارشاد قائدي السيارات القادمين من طريق قاهره اسماعيليه الصحراوي من الافضل سلوك محور ضد الفرج الضبعه. طريق السويس الصحراوي في الاتجاهين بحمد الله بيشهد سيوله مرضيه ما عدا اعلى كوبري الجيش المتجه اتجاه جاردينيا، لذلك تم وضع خدمات بنفس الموقع لسحب تلك الكثافات ومنع انتظار الصف الاول امام جاردينيا لسحب تلك الكثافات المتجه الى مناطق جاردينيا، وكذلك الى بوابه الرحاب 1 وبوابه الرحاب 2 المطله على طريق السويس الصحراوي، وكذلك بوابه مدينه الشروق. شرق القاهرة الحمد لله في سيولة مرضية بطريق النصر في الاتجاهين محور مصطفى النحاس، نظرا للكباري المميزة بمحور مصطفى النحاس وأيضا بمحور النصر ساعدت بشكل كبير على تسهيل وتسهيل الحركة المرضية والإقلال من الكثافات المرضية الموجودة بالمحورين، والحمد لله في سيولة مرضية في نفس الاتجاهين. حاليا بعض الكثافات المتحركة بمحور زاكر حسين القادم من مناطق التبة والعاشر اتجاه محور جان السادات، لكن عقب الوصول الى المحور بقى في انسيابية مضيئة بنفس الموقع، وتم وضع خدمات ايضا في مطالع ومنازل الكباري لمنع الوقوف الممنوع ومنع الانتظار الخاطئ ومنع اي سيارات اجرة او ميكروباصات وقوف في مطالع ومنازل الكباري، حيث توجد حاليا كاميرات مراقبة لرصد تلك المخالفات. الحملات المرورية مستمرة على كافة أنواع المخالفات سواء داخل محافظات القرية الكبرى أو على الطرق السريعة بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للشارع المصري ومنع أي كثافات مرورية أو تراكمات مرورية قد تحدث نتيجة الانتظار الخاطئ أو الوقوف الممنوع أو مخالفة الإشارة الضوئية أو السير عكس اتجاه أو غيرها من المخالفات التي يكون لها تأثير سلبي على حركة سير السيارات في الشارع المصري. دائما وأبدا في نهاية الفقرة المرورية بناشد السادة قائد السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وإن شاء الله رحلة سعيدة للمصريين.